منتصف ليل القاهرة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. أهلا بك رغدة وأهلا بحضراتكم، وهذه أبرز العناوين. الولايات المتحدة تعلن قريبا مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار. روسيا تتسلم اليوم رئاسة مجلس الأمن وسط مطالبات أممية لها بوقف التصعيد النووي. مناورات أمريكية رومانية لتعزيز الجناح الشرقي لقوات الناتو بأوروبا. التفاصيل، حيث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة، ودخلت قوات الاحتلال البلدة القديمة بزعم تعرضها لمحاولة سرقة سلاح، حيث أطلقت الرصاصة صوب شاب فلسطيني عند باب السلسلة وهو أحد أبواب المسجد الأقصى، كما أغلقت باب الزاهرة وباب العمود ومنعت السكان من دخول البلدة القديمة. إذن مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نتحول إلى الزميلة داليا أبو عميرة. داليا، شكرا همام ورغدة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، لو تطلعينا على تفاصيل أكثر حول هذه الواقعة. نعم، نبدأ في ما هو أحدث هذه الأخبار، وهو إعادة فتح أبواب البلدة القديمة أمام المواطنين للوصول إلى البلدة القديمة، وخاصة نتحدث عن باب العمود وباب الساهرة التي قامت قوات الاحتلال بإغلاقهما عقب عملية إطلاق النار في باب السلسلة وهو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، فيما لا تزال أبواب المسجد الأقصى المبارك مغلقة أمام المصلين. هي قامت بحجز من هم داخل المسجد الأقصى المبارك، أي من هم في الداخل هم في الداخل ومن هم في الخارج هم في الخارج، حولت المكان إلى ثكنة عسكرية بانتشار أعداد كبيرة من جنود وقوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى، قامت بالاعتداء على المصلين ومحاولة إبعادهم من المكان. نتحدث أن الحجة الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية عادة ما تكون جاهزة، هي محاولة تنفيذ عملية طعن أو محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار. هذه المرة خرج الإعلام العبري ليقول أن هنالك محاولة سرقة سلاح، إلا أن شهود العيان الذين كانوا متواجدين في المنطقة وتحديدا باب السلسلة من خارج هذا الباب، أي ليس داخل باحات المسجد الأقصى، قالوا أن قوات الاحتلال اعتدت على فتاة فلسطينية كانت بالقرب من في المكان وحاولت إبعادها بالقوة، فجاء أحد الشبان الفلسطينيين وحاول منع هذا الاعتداء من قبل شرطة الاحتلال على الشابة الفلسطينية، إلا أن قوات الاحتلال قامت مباشرة بعملية إعدام ميدانية وإطلاق النار عليه. لربما ما يؤكد هذه الرواية هو الإعلام العبري ومصادر الشرطة الإسرائيلية وبيانات الشرطة الإسرائيلية التي لم تؤكد أي نية لتنفيذ عملية إطلاق نار أو أن تعرض جنودها لأي إصابة تذكر من عملية محاولة سرقة هذا السلاح، لذلك هذه الرواية الفلسطينية التي تحاول ويحاول الإعلام الإسرائيلي تغييبها. نتحدث على الصعيد الميداني، كما ذكرنا كان في بداية الأمر وعادة عقب أي حادثة أمنية تحول القدس إلى ثكنة عسكرية تزيد من تواجدها الشرطي هناك، تمنع المواطنين حتى من الوصول إلى بيوتهم لمن يقطنون بجوار المسجد الأقصى، وهذا ما تم فعلا. أما على صعيد المسجد الأقصى فقد تم إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك وتم منع المصلين من الخروج أو الدخول إليه. وردنا قبل قليل الآن وأنا معكم على هذه التغطية بأن هنالك اعتقال لشاب آخر من منطقة باب السلسلة هناك. الإعلام العبري قال أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد حيدت الشاب الفلسطيني، وفي ترجمة فعلية في اللغة العبرية لهذه المقولة يعني أنه تم قتل
هذا الشاب، ولكن وزارة الصحة الفلسطينية لم تؤكد نبأ استشهاد أي من مواطنيها في داخل مدينة القدس حتى الآن. هذه هي الأنباء المتوافرة حول عملية إطلاق النار على هذا الشاب الأعزل الذي ترك، ما زال متروك حتى اللحظة في باحات المسجد الأقصى ينزف دون تقديم أي إسعافات أولية له. نعم دانا، وفقا لكل هذه المعطيات التي ربما تقدمت بها الآن، هل نتوقع مزيد من الإجراءات التصعيدية خصوصا بالطبع وسط ارتباك مشهد داخلي في إسرائيل؟ صحيح، وهذا ما يخيف المقدسيون، وخاصة أن تزامنا واقترابا مع عيد الفصح اليهودي، والتي عادة ما تزيد قوات الاحتلال من إجراءاتها الشرطية في داخل مدينة القدس. شرطة الاحتلال في بيان لها صبيحة هذا اليوم كانت قد أعلنت إغلاق جميع الحواجز والمعابر ما بين القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها لن تسمح لأي فلسطيني سكان الضفة الغربية أو حتى قطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، خوفا من أي أحداث أمنية قد تحدث خلال عيد الفصح. لذلك من المتوقع وفق مراقبين هنا أن تستغل هذا الحدث الذي حدث قبل قليل وتزيد من إجراءاتها على أرض الواقع، سواء بمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى وخاصة في شهر رمضان، أو الاستجابة للضغوطات التي يمارسها اليمين الإسرائيلي المتطرف على رأسها جماعات الهيكل المزعوم بزيادة الاقتحامات وزيادة وقت الاقتحامات المسموحة لهم خاصة في الفترة الصباحية، والحديث أيضا عن السماح لهم بتقديم وذبح قرابين في هذا العيد على أبواب المسجد الأقصى أو حتى في داخل باحاته. شكرا دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية على كل هذه الإفادات والمعلومات. والآن نعود مرة أخرى إلى الزميلين همام مجاهر ورغدة أبو ليلى لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، إليكما. شكرا لك داليا أبو عميرة. والآن مشاهدينا نتحول إلى تطورات الأزمة الأوكرانية. تعتزم واشنطن الإعلان بحلول الاثنين المقبل عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار. وقال مسؤولون أمريكيون في تصريحات صحفية رفضوا الإفصاح عن أسمائهم إن المساعدات قد تشمل رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا. وذكر المسؤولون أنه من المتوقع أيضا أن تكون هناك 6 أنواع من الذخائر تتضمن ذخائر الدبابات على قائمة العتاد التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة القادمة. وأضافوا أنه قد يطرأ تغيير على الميزانية النهائية لحزمة المساعدات والعتاد. هذه عودة إلى الزميلة داليا أبو عميرة في نافذة تحليلية ولديها المزيد من التحليل حول هذا الخبر. داليا، شكرا همام ورغد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. وينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية. سيادة السفير أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذا حزمة جديدة من المساعدات، كيف تحدث فارقا أو تغير من مسار هذه الحرب؟
أيضا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. الولايات المتحدة منذ بداية الحرب ومنذ أن أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه يود المقاومة بدل أن يهرب من البلد مثل ما كان اقترح عليه بعضهم، وبينهم الرئيس بايدن الذي كان وعده بإرسال طائرة خاصة لإخراجه من البلاد في الأيام الأولى من الحرب، ولكن قرر الاستمرار في المقاومة منذ ذلك التاريخ. والولايات المتحدة ترسل المساعدات العسكرية والمالية والاقتصادية لأوكرانيا، وكل فترة قصيرة نرى حزمة جديدة من المساعدات. والجدير بالإشارة هنا هو أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري هنالك توافق بينهما على الاستمرار في دعم أوكرانيا، ولكن هنالك أقلية في الحزب الجمهوري الذي هو معارض للرئيس بايدن. الرئيس بايدن هو من الحزب الديمقراطي، فقسم قليل من حزب الجمهوري يطالب بتخفيف المساعدات، ويطالب الرئيس بايدن إلى أين سنذهب وكم سنستمر في ذلك. ولكن ما زال هنالك أكثرية ساحقة في البرلمان من في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ من الحزبين تستمر بتأييد إرسال الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا. نعم. طبعاً ربما سيادة السفير نعم. هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه دائما مع كل حزمة من المساعدات، إلى متى تستطيع الولايات المتحدة ضخ الأموال في عروق أوكرانيا بالنظر طبعا لعدم وحدة الموقف الأوروبي؟ نعم، هنالك أيضا على صعيد الشعب بعض الناس، بعض الأصوات التي تطالب الرئيس بايدن بالاهتمام أكثر بالأمور الداخلية وبالحاجات الداخلية أكثر من الاستمرار بإرسال الأموال بدون حدود وبدون قيود إلى أوكرانيا. الجدير بالذكر هنا هو أن الولايات المتحدة هي دولة ديمقراطية، ومن يعارض سياسة الولايات المتحدة وسياسة الإدارة وسياسة الرئيس يستطيع أن يقول ذلك بالصوت العالي، بعكس ما يحصل حاليا في روسيا، إذ أن الذين يعارضون الحرب في أوكرانيا يتعرضون للسجن 15 سنة، إذ أن الرئيس بوتين أصدر قانونا بأن من يعارض الحرب يعتبر خائنا للبلد ويحكم بالسجن 15 سنة. أما في الولايات المتحدة فالذين يطالب عندهم حاجات من الحكومة يطالبون بالصوت العالي الإدارة الأمريكية بأن تهتم بأمورهم وأن لا تتجاهلهم على حساب سياستها الخارجية تجاه أوكرانيا بصورة خاصة وفي مقابل روسيا. نعم سيادة السفير، الجزء الثاني من هذا السؤال كان يتعلق بعدم وحدة الموقف الأوروبي في دعم أوكرانيا، كيف ترى واشنطن هذا الموقف غير الموحد والمتململ ربما بشكل أو بآخر؟ نعم، على صعيد الحكومات ليس هنالك اختلاف، كل فترة تحصل اجتماعات سواء على صعيد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي، والحكومات كلها تؤيد الاستمرار بدعم أوكرانيا. أما على صعيد الشعوب، وبما أننا نعرف أن هذه الدول هي دول بمعظمها ديمقراطية، فهنالك بعض المظاهرات وهنالك بعض المطالبات العلنية بالتخفيف من الدعم لأوكرانيا، لأن هنالك في داخل هذه البلاد ربما حاجات، الشعب بحاجة إلى أمور كثيرة جدا. وأنا أعتقد أن روسيا ترتاح لمثل هذه الحركات، وهي تأمل وتتمنى أن تطيل الحرب، عسى أن يقوم المزيد من التحركات داخل هذه الدول الأوروبية لفصلها بعضها عن بعض، إذ أنها حتى الآن على صعيد الحكومات ما زالت متوافقة مع بعضها البعض في دعم أوكرانيا ومواجهة روسيا بقدر الإمكان. نعم. السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. والآن نعود إلى همام مجاهد ورغدة أبو ليلى لاستكمال هذه النشرة، إليكما. شكرا لك داليا أبو عمير.
تسلمت بولندا شحنة دبابات ومدافع هاوتشر كورية الصنع كجزء من مسعى لزيادة واردات الأسلحة وسط توترات مع روسيا المجاورة. هذا ووافقت بولندا في أغسطس من العام الماضي على عقد بقيمة 5,760,000,000 دولار مع شركتين في كوريا الجنوبية لتصدير دبابات ومدافع هاوتشر، بالإضافة إلى أسلحة أخرى بما في ذلك الطائرات المقاتلة وقاذفات الصواريخ. وفي حديثه خلال زيارة إلى تدريبات، قال الرئيس البولندي إن بلاده تهدف إلى بناء جيش قوي بما يكفي لردع أي خصم محتمل. تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتبارا ما اليوم السبت ولمدة شهر. يرأس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف الشهر المقبل اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بنيويورك، وذلك خلال تولي روسيا الرئاسة الدورية لهذه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة. وسط انتقادات غربية لا سيما من جانب الولايات المتحدة الحليف الأكبر لأوكرانيا، يرأس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في أبريل خلال تولي روسيا الرئاسة الدورية لهذه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة. الخارجية الروسية أوضحت أن لافروف سيرأس مناقشة علنية على مستوى عال لمجلس الأمن حول تعددية فعالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 أبريل. مزحة سيئة، هكذا وصفت أوكرانيا رئاسة روسيا لمجلس الأمن، معبرة أن روسيا اغتصبت مقعدها وتشن حربا استعمارية على أوكرانيا، ومذكرة أيضا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب تشمل خطف أطفال أوكرانيين. في حين انتقدت الولايات المتحدة خطوة روسيا والمقعد الذي تشغله في مجلس الأمن، وقال البيت الأبيض إن أي دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتغزو جارتها لا مكان لها في مجلس الأمن. واشنطن أكدت أيضاً أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن ولا مسار قانوني دولي عملي لتغيير هذا الواقع، واصفة منصب رئاسة مجلس الأمن بأنه فخري إلى حد بعيد. روسيا إذن ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، بينما يأمل الغرب أن تتصرف موسكو بطريقة مهنية بعد أن تقطعت السبل لمنع روسيا تولي رئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة. أعرب وزير الخارجية الرومانية بوغدان أوريسكو عن قلقه إزاء تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن. هذا وعبر أوريسكو عن أمله ممارسة روسيا ضبط النفس خلال تلك الفترة دون التأثير على الجهود الدولية بشأن حل الأزمة الأوكرانية. لا يمكننا انتظار حدوث أي شيء إيجابي من هذه الرئاسة، وأمل أن تمارس روسيا ضبط النفس في أثناء توليها الرئاسة دون التأثير على الجهود المبذولة على مستوى الأمم المتحدة وكذلك على صعيد المجتمع الدولي ككل فيما يتعلق بالتحرك إلى الأمام في حل النزاع بأوكرانيا. قال مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا إن موسكو تتعاون مع بيلاروسيا دون انتهاك التزاماتها الدولية فيما يتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية. وخلال كلمته في جلسة مجلس الأمن أكد نيبينزيا أن روسيا تتخذ إجراءات احترازية لحماية الاتحاد الروسي. إن نظام الأمن والسلم العالمي سيدي الرئيس قد تعرض لتآكل كبير، إن عملية تفكيك الأنظمة المتعددة بين الولايات المتحدة وشركائها بعد الحرب الباردة، هذا النظام تعرض للتفتيت وفقا لرغبات جيوسياسية للولايات المتحدة ولمعارضة أو منع تواجد عالم متعدد الأقطاب. بدورها قالت الولايات المتحدة إن روسيا تسعى لمزيد من التصعيد في حربها غير المبررة بأوكرانيا. وأوضح نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي أنه ليس هناك أسباب دفاعية تجعل روسيا تنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.
إن هذا الإعلان جزء من محاولة كريملين تقويض النظام الأمني العالمي الذي يحاول أن يدعم أوكرانيا في الدفاع عن سلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها. الواقع أن الكريملين لا يريد أن تملك أوكرانيا قدرات الدفاع عن نفسها ضد الدبابات الروسية. ولكن دعونا نذكر بواقع بسيط، وهو أن الدبابات الروسية لم تكن لتواجه هذه الذخائر لو لم تكن على أراضي أوكرانيا السيادية في المطاف الأول. وما كان علينا أن نزود أوكرانيا بأسلحة دفاع ومعدات للدفاع عن نفسها لو أن روسيا لم تشن حرب شاملة على أوكرانيا. قال مندوب بيلاروسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، قال إن النشر المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية روسية في مينسك سيتم وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وسيظل الجانب الروسي هو المسؤول عن السيطرة على الذخيرة وعلى التكنولوجيا. أكد أيضا أن النشر المحتمل للرؤوس النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا هو رد فعل استثنائي وقصري على تحديات ومخاطر الأمن القومي التي تواجه مينسك. مع مراعاة الظروف والشواغل والمخاطر المشروعة في مجال الأمن القومي الناشئة عنها، فإن بيلاروسيا متسقة وشفافة بشكل مطلق تجاه جيرانها وأمام المجتمع الدولي بأسره في اتخاذ إجراءات دفاعية قصرية لتطوير قدراتها. هذه الإجراءات مجرد رد فعل طبيعي تهدف إلى تعزيز أمننا وقدراتنا الدفاعية. في السياق نفسه قالت الصين إن موقفها واضح وثابت بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية. وقال المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي إن بكين تعمل على منع أي حرب نووية وإنه يجب العودة فورا للحوار. موقف الصين تجاه مسألة أوكرانيا واضح وثابت، وقد أصدرنا ورقة بشأن موقفنا بخصوص تسوية الأزمة الأوكرانية، وأوضحنا فيها موقفنا واقتراحاتنا وبما يشتمل على الامتناع والاعتراض على أي هجمات تجاه مواقع نووية، وأنه ينبغي منع أي حرب نووية وكذلك منع أي أسلحة نووية أو أي حروب نووية. من جانبها رحبت بريطانيا بمبادرة الرئيس الصيني لنزع الأسلحة النووية. أيضا قال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الدولي إن الأسلحة النووية ينبغي أن تكون فقط دفاعية ورادعة، متهما روسيا بمواصلة انتهاك المعاهدة الدولية. إن الحرب النووية لا يمكن الفوز فيها ولا ينبغي اجتيازها. الأسلحة النووية طالما ظلت قائمة ينبغي أن تكون دفاعية ورادعة للوقاية والحلول دون الحرب. وبالرغم من هذا الالتزام ومنذ بداية العدوان غير الشرعي من جانب روسيا على أوكرانيا، فإن الرئيس بوتين قد انخرط في حديث غير مسؤول نووي. لنكن في منتهى الوضوح، لم يهدد أي أحد سيادة روسيا، ولم تقم أي دولة باستخدام الاحتمالات النووية في هذا الصراع، وإن روسيا هي التي انتهكت ميثاق الأمم المتحدة من خلال غزو لسيادة دولة أخرى. قال مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن سيرجي كيسليتسيا إن نشر أسلحة نووية ببيلاروسيا خطوة استفزازية من موسكو، لافتا إلى أن الابتزاز النووي هو إحدى أدوات موسكو في الحرب. وأكد المندوب الأوكراني أن بلاده مستعدة لتقويض هيكل السلاح النووي وعدم انتشاره، مشيرا إلى أن كييف تخلت عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. أوكرانيا طلبت هذا الاجتماع على أثر البيان الأخير الصادر عن الاتحاد الروسي والمتعلق بنيتها وضع أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس، وهي دولة غير حائزة أسلحة نووية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار. ويمثل ذلك خطوة استفزازية أخرى يتخذها نظام بوتين الإجرامي، وتقوض الأسس الرئيسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وهيكل نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، كما تهدد منظومة الأمن الدولي ككل. إن هذا الابتزاز النووي هو أحد الأدوات التي تستخدمها روسيا منذ بداية غزوها. هذه وقفة تحليلية جديدة مع الزميلة داليا أبو أميرة. داليا،
شكرا همام ورغدة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وللمزيد حول جلسة مجلس الأمن ينضم إلينا من نيويورك مراسل القاهرة الإخبارية ياسر نور الدين. ياسر، لو تجمل لنا فحوى هذه الجلسة التي يبدو أنه كان بها الكثير من الشد والجذب. نعم داليا، هذه الجلسة كانت يعني لا نقول كسابقها، ولكنها كانت هناك كلمات عديدة، الكلمات يعني شبه متشابهة عما كانت في السابق. المندوب الروسي تحدث بأن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود هذه الحرب وهي المسؤولة عن هذه الحرب. الجانب الأوكراني بطبيعة الحال نفى هذا الأمر، ولكن دعيني أقول لك بأن يعني الشيء الذي يؤرق الدول الأعضاء في مجلس الأمن الآن داليا هو مسألة ترأس روسيا من الغد مجلس الأمن. هذا الأمر يسبب إزعاجا كبيرا للدول الأعضاء، وهو ما تحدثت عنه الخارجية الأمريكية، وكانت بالمناسبة تتحدث منذ يعني أشهر كثيرة أو من بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير. هذا الأمر يشكل إزعاجا كبيرا، وخاطبت جين بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض داليا روسيا أن تقوم بالمهنية في رئاستها الشهرية. دعيني أقول لك أيضا، ما الذي تستطيع يعني روسيا أن تفعله خلال هذه الدورة ياسر يثير كل هذه المخاوف؟ هذا سؤال هام للغاية داليا. المسألة هي مسألة شكل سياسي في البداية، أما الشكل الآخر من مهام رئيس مجلس الأمن أن يقوم بالموافقة على طلبات الدول الأعضاء، ويعني الجلسات من الجائز جدا أن ترفض روسيا بعض الجلسات. أيضا هو المنوط به التحدث للصحفيين وإجمال ما حدث من داخل أروقة الأمم المتحدة، ولكن هذا الأمر لن تغير روسيا، لا تستطيع أن تغير على سبيل المثال كلمات الأعضاء التي تبث على الهواء مباشرة للعالم. ولكن دعيني أقول لك الشكل ووجود روسيا إلى هذه اللحظة بعد أكثر من عام وهذه الحرب التي راح ضحيتها المئات هو ما يؤرق الدول الأعضاء التي طالبت منذ أشهر بعيدة بعد هذه الحرب مباشرة داليا بأن يتم إزالة روسيا من عضوية الأمم المتحدة. ولكن المادة 30 من ميثاق الأمم المتحدة هي من تضمن بشكل قاطع لروسيا هذا الأمر وهذه الاستمرارية، والتي لا يستطيع أحد أن يقوم بإلغاء ميثاق الأمم المتحدة. المادة 30 توضح بأن يعني التداول للرئاسة الشرفية هي فقط رئاسة شرفية للدول الأعضاء، 15 دولة، هناك 5 أعضاء كما تعلمي داليا هم الدائمون أو العضوية الدائمة لهم، وهي أيضا يعني مسألة يعني غاية في الأهمية، مسألة حق استخدام الفيتو من روسيا نفسها في إفشال أي قرار أمريكي أو فرنسي على سبيل المثال. والصين التي يعني لا يخطئ أي عين الموالاة الكاملة لروسيا. شكرا ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك على كل هذه المعلومات ياسر. والآن نعود لهمام مجاهد ورغدة أبو ليلى لاستكمال هذه النشرة، إليكم. شكرا لك داليا. بحث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين خطة الصين للسلام بأوكرانيا. هذا ونقل سانشيز خلال زيارته إلى بكين، نقل تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي بأن كييف هي التي يجب أن تقرر أي شروط للسلام. أبديت إصرارا كبيرا على أهمية أن تتخذ أوكرانيا كدولة حرة ذات سيادة قرارا بشأن القضايا التي تؤثر عليها، كما أعربت للرئيس الصيني عن دعم إسبانيا صيغة السلام التي أطلقها الرئيس زيلينسكي قبل بضعة أشهر. أعتقد أنها خطة ترسي الأسس لتحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا، وتتماشى تماما مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها التي انتهكها بوتين
بشكل واضح بغزوه لأوكرانيا. وقد شجعت أيضا الرئيس الصيني على إجراء محادثة مع زيلينسكي للتعرف بشكل مباشر على خطة السلام للحكومة الأوكرانية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت إن الاتحاد الأوروبي سيقود الجهود للتأكد من محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جريمة عدوانه على أوكرانيا. أكدت فون دير لاين أنه سيتم محاسبة مجرم الحرب ولن يفروا من المحاكمة. من خلال توجيه الاتهام إلى فلاديمير بوتين، أرسل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك مفر للجاني وأتباعه. مجرم الحرب سيحاسبون على أفعالهم. يعمل الاتحاد الأوروبي على جمع الأدلة، كما أنشأنا مؤخراً مركزاً دولياً للتنسيق لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا. خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي، وقع رئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يعتمد نسخة محدثة من العقيدة السياسية الخارجية. وأكد بوتين أن روسيا تستهدف التركيز على العلاقات الجيدة في سياستها الخارجية. أرجو جميع الزملاء المتعلقين بالسياسة الخارجية يركزون على إقامة العلاقات الجيدة مع الحلفاء مواجهة للدول المعادلة لروسيا، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار جميع المبادئ والعناصر المساهمة في زيادة سيادة روسيا وسيادتنا وإنشاء العالم المتعدد الأقطاب. وفي كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي، شدد وزير الخارجية سيرجي لافروف على أن روسيا تسعى لإنشاء نظام عالمي جديد. أكد لافروف أن موسكو ستتصدى بالقوة لأي خطوات معادية ضدها أو أي محاولات لخرق السيادة الروسية. الاقتصاد العالمي يواجه التغيرات الجسيمة وظهور مراكز اقتصادية جديدة والتقدم نحو العالم المتعدد الأقطاب، ووضعنا مبدأ النظام العالمي العادل والمتزن وقدم المساواة للدول وحق الدول للنمط الوطني لتطورها وتحديد الأهداف بنفسها. أجرت القوات الأمريكية والرومانية تدريبات هجوم جوي كجزء من مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي في الجناح الشرقي بالقاعدة الجوية الرومانية بكونستانتا. وقالت القوات الأمريكية بأوروبا إن عناصر من الفرقة 101 المحمولة جوا الأمريكية بدأت في الوصول إلى رومانيا بنهاية يونيو العام الماضي لتعزيز قوات الناتو بالمنطقة وطمأنة الحلفاء وردع الهجمات الروسية. شاركت القوات الجوية والبحرية والبرية الرومانية في مناورة بقيادة الناتو في البحر الأسود بمساعدة المراقبة الجوية الأمريكية. تحاكي التدريبات، وهي جزء من تدريبات الدرع البحري 2023، هجوما للعدو على إحدى ضفتي الدانوب على بعد حوالي 30 كيلومترا من أوكرانيا. في السياق نفسه، قدمت الفرقة 101 المحمولة جوا الأمريكية والمتمركزة في رومانيا، قدمت عرضا لهجوم جوي للاحتفال بتناوب المهام بين اللواء سترايك واللواء باستن. أقيم العرض في قاعدة ميخائيل الجوية شرقي البلاد، حيث تدعم هذه القوات الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. ويعد التناوب تأكيدا لالتزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في الناتو ورومانيا. أجرى الجنود الفلبينيون والأمريكيون تدريبات بالذخيرة الحية في موقع عسكري كجزء من التدريبات المشتركة السنوية. شارك أكثر من 3000 جندي بتدريبات هجومية وهمية شملت إطلاق نار حي لأسلحة مضادة للدبابات، إلى جانب عرض لنظام إطلاق الصواريخ في فورت ماجيساي أكبر قاعدة عسكرية بالفلبين. تأتي التدريبات في أعقاب قرار رئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور الشهر الماضي بتوسيع وصول الولايات المتحدة إلى القواعد العسكرية لبلاده في خطوة أثارت غضب الصين.
جولة منتصف الليل المستمرة من عاصمة الخبر وفيها بعد فاصل قصير. بنس يصف الاتهامات الموجهة لترامب بالأمر الشائن، يقول إنها قد تزيد الانقسام بين الأمريكيين. أهلا بكم. قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس أن توجيه لائحة اتهامات لدونالد ترامب يبعث برسالة مروعة للعالم عن نظام العدالة الأمريكي. اعتبر بنس أن الاتهامات بحق ترامب ستشجع حكاما مستبدين على إساءة استغلال السلطة. توجيه الاتهام إلى رئيس سابق للولايات المتحدة بشأن قضية تمويل الحملات الانتخابية يرسل رسالة مروعة إلى العالم الأوسع حول العدالة الأمريكية. هناك ديكتاتوريون ومستبدون حول العالم سيبررون إساءة استخدامهم ما يسمى نظام العدالة الخاص بهم، لذلك أنا منزعج جدا من ذلك، لكنني أعتقد أن الشعب الأمريكي سوف يتفهم الأمر. من جانبه أعلن البيت الأبيض أنه لن يعلق على توجيه تهم جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب. وقال البيت الأبيض في بيان له إن رئيس جو بايدن يعلم تفاصيل توجيه الاتهام لترامب عبر وسائل الإعلام الأمريكية. قال جو تاكوبينا محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لن يتم تقييد يد ترامب عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل بنيويورك لمواجهة اتهامات جنائية. أوضح تاكوبينا أن ذلك تم بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه بين فريق الدفاع والمدعين بمنهاتن، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون الاعتقال مجرد إجراء روتيني. انتشرت قوات الشرطة الأمريكية والطواقم الصحفية في الشوارع المؤدية إلى محكمة الجنايات ومكتب المدعي العام لمقاطعة منهاتن ألفين براغ في نيويورك، وذلك بعد الإعلان عن توجيه اتهامات قضائية للرئيس السابق دونالد ترامب. لم يتم الإعلان عن هذه الاتهامات المحددة حتى الآن، حيث لا تزال لائحة الاتهام سرية، لكن من المرجح أن يكشف القاضي عن فحوى التهم في الأيام القليلة القادمة. ووصف الرئيس الأمريكي السابق تلك الاتهامات بالاضطهاد السياسي ومحاولة لتشويه سمعته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ووفقا للدستور الأمريكي لن تؤثر تلك القضية على ترشح ترامب، حيث لا يشترط أن يكون السجل العدلي للمرشح نظيفا أو غير مدان بجرم. قضية تلو الأخرى تلاحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتطرح معها تساؤلات بشأن مدى تأثير اتهامات موجهة إليه على مستقبله السياسي، لا سيما ترشحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. مأزق جديد يواجه ترامب بعد توجيه المدعي العام في منهاتن ألفين براغ اتهامات للرئيس الأمريكي السابق بشأن مدفوعات مالية جرى تسديدها لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016. وعلى إثر تلك القضية سيمثل ترامب أمام المحكمة الثلاثاء المقبل لتلاوة الاتهامات. توجيه اتهامات جنائية لترامب يعد سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث لم يتم توجيه اتهام قط إلى رئيس أمريكي سواء كان في منصبه أو بعد مغادرته البيت الأبيض. رغم ذلك لن تمنع ترامب الترشح للرئاسة، فالدستور الأمريكي لا يشترط أن يكون السجل العدلي للمرشح نظيفاً أو غير مدان بجرم. اتهام وحيد يهدد حلم ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض هو التحريض على العصيان، ضمن التهم الأربع التي وجهتها إليه لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول، وذلك وفق التعديل الرابع عشر للدستور الذي منع أي شخص شارك في تمرد أو عصيان تولي مناصب عامة رفيعة، ما يعني إمكانية الطعن في أهليته للتربع على كرسي الرئاسة الأمريكية في حال إدانته بهذه التهمة. لم يقف ترامب صامتاً أمام تلك التهديدات، حيث حذر قبل ذلك من وقوع موت ودمار محتملين في البلاد في حال وجهت إليه اتهامات جنائية، واصفاً ما يحدث بالاضطهاد السياسي.
واقتصاديا، انخفضت أسعار المنازل بالمملكة المتحدة أكثر من المتوقع بمارس لتسجل التراجع الأكبر منذ عام 2009. ووفقا لبيانات شركة الرهن العقاري نيشن وايد، فإن أسعار المنازل تعكس التأثير السلبي للتضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض المتزايدة على سوق العقارات. وتراجعت أسعار المنازل بمعدل سنوي قدره 3.1%، وهو ما يمثل أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ يوليو عام 2009. بلغت تدفقات الودائع الخارجة من بنوك منطقة اليورو مستوى قياسيا في فبراير الماضي، وسحب المودعون 214 مليار يورو خلال الأشهر الخمسة الماضية وفقا لبيانات البنك المركزي الأوروبي. وأظهرت البيانات أن الودائع في بنوك الاتحاد الأوروبي تراجعت في فبراير بواقع 71 مليار و400 مليون يورو، مع انخفاض ودائع الأسر بما يتجاوز 20 مليار يورو، وكلاهما أكبر انخفاضين على الإطلاق. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك جون ويليامز إن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسي حتى وسط ضغوط أزمة القطاع المصرفية. حذر ويليامز من أن الأمر سيستغرق وقتا حتى تتراجع ضغوط الأسعار على الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تشديد شروط الائتمان. يتوقع ويليامز أن ينخفض التضخم إلى حوالي 3.25% خلال العام الجاري. في أخبارنا الرياضية، يستضيف الأهلي المصري الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. ويحتل أصحاب الضيافة المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متأخرا ب3 نقاط عن الهلال الوصيف. سيكون استاد القاهرة الدولي مسرحا لموقعة مصيرية تجمع الشقيقين الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني في الجولة الختامية والحاسمة من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا. أصحاب الضيافة يدخلون المباراة ولا بديل عن الفوز بهدف للا شيء أو بفارق هدفين من أجل التأهل لدور الثمانية رفقة سان داونز الجنوب إفريقي الذي حجز البطاقة الأولى من منافسة المجموعة الثانية التي تضم فريق القطن الكاميروني. ويحتل فريق المدرب مارسيل كولر المركز الثالث في ترتيب المجموعات برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي يمتلك 10 نقاط. حامل لقب الشامبيونز ليج 10 مرات، يواجه خطر الإقصاء من دور المجموعات للمرة الأولى منذ خروجه المبكر من دور المجموعات في نسخة عام 2016. في المعسكر المقابل ينتقل الهلال إلى القاهرة منتشيا بفوزه على الأهلي بهدف للا شيء في مباراة الذهاب التي جرت بينهما في أم درمان. ويمتلك ممثل السودان أكثر من فرصة في المباراة لإنهاء دور المجموعات في الوصافة وحجز تذكرة العبور، إما الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو الإيجابي، وأخيرا الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أصحاب الأرض. ويبحث الهلال عن إنجاز غائب منذ عام 2015 عندما تأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية بعد تعادله مع مضيفه سموح المصري بهدف لكل منهما، مستفيدا من فوز ساحق لمازيمبي الكونغولي على المغرب التطواني بخماسية نظيفة. وسيكون مانشستر سيتي أمام اختبار صعب في مساعيه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي حينما يلاقي ضيفه ليفربول اليوم بالأسبوع 29. هذا ويحل السيتي في وصافة الترتيب بفارق 8 نقاط عن القمة، فيما يحل ليفربول سادسا برصيد 42 نقطة. تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز صوب استاد الاتحاد الذي سيستضيف الموقعة التي قد تكون الحاسمة هذا الموسم بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في الأسبوع 29. أصحاب الأرض يستضيفون الريدز ولا بديل عن الفوز والنقاط الثلاث
لمواصلة ملاحقة أرسنال المتصدر لجدول ترتيب البريمير ليج، حيث يحل سيتيزنز في الوصافة برصيد 61 نقطة متأخراً بثمان نقاط عن الجانرز. ومنذ بداية الموسم سجل السيتي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 4 وخسر مثلها، بينما سجل الخط الأمامي 67 هدفا مقابل تلقي شباكه 25 هدفا. أما ليفربول فيحل ضيفا على الأزرق السماوي سعيا إلى الاقتراب خطوة من إنهاء الموسم الحالي ضمن الأربعة الكبار لحجز تذكرة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويحتل ليفر المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 والخسارة في 8 مواجهات، وسجل 47 هدفا وتلقى 29. قائمة المدرب يورغن كلوب تشهد غيابات عديدة أبرزها تييغو ألكانتارا ولويس دياز، لكنه قد يستعيد جهود نونيز وكودي كاكبو وهندرسون. وكان الفريقان قد تبادل الفوز في لقاءين بالموسم الحالي، حيث حسم الريدز مباراة الدور الأول بهدف سجله المصري محمد صلاح، في حين رد السيتيزن اعتبارهم بالفوز بثلاثة أهداف مقابل 2 في دور 16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية. يلتقي انتر ميلان ضيفة فيورنتينا ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي. لا يمر فريق المدرب سايمون إنزاغي بفترة جيدة مؤخرا، حيث حقق 3 انتصارات في آخر 5 مباريات لعبها محليا. يحتل الانتر المركز الثالث في جدول الترتيب ب 50 نقطة مقابل 37 نقطة لفيورنتينا صاحب المركز 11. أكد رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني أن مسؤول البارسا في تواصل مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان من أجل إعادته لقلعة كامب نو. ورحل ميسي عن برشلونة متجها إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية عام 2021 بعد فشل النادي الكاتالوني في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية التي كان يعاني منها. يذكر أن ميسي صاحب 35 عاما يقضي حاليا الموسم الأخير في عقده مع النادي الباريسي، ما يعني أنه سيكون متاحا للرحيل مجانا خلال الصيف المقبل. نهاية نشرة منتصف الليل، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الولايات المتحدة تعلن قريبا مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار. روسيا تتسلم اليوم رئاسة مجلس الأمن وسط مطالبات أممية لها بوقف التصعيد النووي. منورات أمريكية رومانية لتعزيز الجناح الشرقي لقوات الناتو في أوروبا. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام يوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.747 فيرتيكال. يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة. شكرا لحضراتكم، من زميلتي رغدة أبو ليلى ومني همام مجاهد على طيب المتابعة، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر. إلى اللقاء.